تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله في وفاة المغفور له معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة. وأعرب صاحب السمو الملكي عن خالص التعازي والمواساة لجلالة الملك المفدى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة رحمه الله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالة الملك المفدى وعموم أفراد العائلة الملكة الكريمة جميل الصبر والسلوان. هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله في وفاة المغفور له معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة. وأعرب صاحب الجلالة الملك المفدى عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على برقية سموه المعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة رحمه الله، سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم أفراد العائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ويديم على سموه موفور الصحة والعافية.